السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة تغيير باسورد الواي فاي لأي راوتر موجود عندنا أيا كان نوعه. دايما المشكلة الأساسية اللي بتقابل الأشخاص اللي عاوزين يغيروا باسورد الواي فاي هو إزاي أخش على الواي فاي اللي أنا رابط عليه. هنعرض النهاردة طريقة سهلة جدا إن أنا أقدر أخش على الراوتر، وهعرض كمان ازاي اقدر اوصل لمكان تغيير باسورد الواي فاي. طبعا انا دلوقتي رابط على وايرلس، مثلا عاوز اخش على الجهاز، بنضغط هنا كليك يمين ونخش على النتورك او الشبكة. تمام، ضغطت على علامة الواي فاي تحت اهي اللي انا رابط عليها، وبخش على تشينج اوبريتنج سيتنج ادابتر سيتنج، تمام، بتاع الشبكة تشينج ادابتر سيتنج، وبضغط على الشبكة اللي شغالة عندي الوايرلس اهي، بضغط عليها ضغطتين، بضغط على ديتيلز او خصائص، بلاقي ان الجيت واي عندي، هدور على كلمة جيت واي هلاقي ان الاي بي 192.168.99. طبعا غالبية اللي عندنا هيبقى 192.168.1.1. ده ازاي اعرف الجيت واي او الاي بي الخاص بالراوتر اللي انا رابط عليه او الاكسس بوينت او ايا يكن اللي انا اخد منه وايرلس؟ يبقى ده الجيت واي بتاعي اي بي في 4 ديفولت جيت واي، اقوم رايح كاتبه هنا في المتصفح، يكون مثلا 192.168.90.90. انت هتكتب طبعا اللي يناسبك، اللي انت تلاقيته عندك رابط عليه، ممكن تلاقيه .1.1. تمام، هضغط دلوقتي اخش، هيطلب مني باسورد. برضو الباسورد بيختلف من راوتر لراوتر، لكن الغالبية بيكون ادمن فوق في الباسورد، في اليوزر نيم، والباسورد بيكون ادمن ده غالبا. طيب لو عايز تعرف نوع الباسورد او الباسورد الخاص بالراوتر بتاعك، بتجيب موديل الراوتر وبتكتب جنبه ديفولت باسورد او الباسورد الخاص بموديل الراوتر بتاعك، وبضغط ساين ان، بخش على الراوتر عندي. انا عندي طبعا ممكن موديل ده اسمه ايكليفن، ممكن يكون مش موجود عند ناس كتير، لكن انا هعرف منين انا عايز اغير باسورد الواي فاي، الواي فاي او الوايرلس. يبقى هروح على كلمة وايرلس او واي فاي، بدور عليها وايرلس او واي فاي، ادي الوايرلس اهو، بروح على كلمة دايما سيكيورتي، يبقى وايرلس او واي فاي وسيكيورتي، تلات كلمات مهمين جدا، وايرلس واي فاي سيكيورتي. اروح على السيكيورتي، هلاقي ان انا ممكن اغير الباسورد بتاعي بكل سهولة هنا زي ما احنا شايفين اهو، ده باسورد موجود اهو، ده بتختار نوع التشفير وتكتب اللي انت عاوزه في الباسورد بكل سهولة. تمام، ده كان شرح ازاي اوصل. طيب لو انا عندي مثلا حاجة زي ده، مثلا تي داتا، مثلا اي حاجة زي دول، ده مثلا ده تي داتا راوتر، تي داتا، بدور على حاجة زي ما هو موضح في الشرح هنا، بدور في القوائم عندي كلها، مش مشكلة، ممكن تاخد قايمة قايمة لغاية ما توصل لكلمة وايرلس سيتنج، وي لان او وايرلس لان، او ممكن تكون اختصار ل وايرلس لان. تمام، بختار، بخش على وايرلس سيتنج، وبغير الباسورد هنا اهو، الباسورد اهو وي بي اي، نوع التشفير اهو سكيورتي، والباسورد بيتحط هنا. الموضوع سهل جدا، يعني نشوف برضو صورة تانية لأي شيء. هنا مثلا لينك، يا ريت تكون القائم ظهر، ممكن اجرب كويك ستارت مش هلاقي فيها، اخش على انترفيس سيت اب الاقي ان فيها قوائم هنا، اخش على الوايرلس كلمة وايرلس واشوف سكيورتي، فين سكيورتي؟ اهي انكريبشن، دي يعني السكيورتي، الاقي هنا انكريبشن اهو، بري شيرد كير اللي هو المكان اللي احط فيه الباسورد زي ما احنا شايفين. الموضوع سهل جدا، بس اهم نقطة ان انا اقدر اخش على الواي فاي او الراوتر الخاص بيا زي ما قلت لكم، ازاي نقدر نجيب الاي بي والباسورد بكل سهولة. دي اهم نقطة، غير كده ممكن تتدور في كل القوائم لغاية ما توصل ل الباسورد عندك. يعني نفس الكلام اهو، ويلان وسكيورتي، كلمات يعني متشابهة في كل الراوترات، سواء وايرلس سواء سكيورتي سواء واي فاي سواء مثلا هنا اهو، ده شفنا ده احنا جبناه قبل كده، قلنا كلمة الوايرلس في التيب لينك، بعض ال زي ما احنا شفنا بعض الراوترات زي الهواوي مثلا 192.168.1.1، يوزر يوزر طبعا على حسب الموديل بتاعك. هنا مثلا
عايزين نشوف اي نوع تاني وليكن ده مثلا نفس الفكرة. انا بدور على كلمة وايرلس وكلمة وايرلس سيكيورتي، وادي المكان اللي بحط فيه الباسورد بكل سهولة. بعلم على النوع التشفير ده، اسمه او بي اي او بي اي 2، ده نوع تشفير. خليك دايما في او بي اي او بي اي 2 واضغط عليه وحط الباسورد بتاعك اهو، السكيب باسورد نحطه هنا. الموضوع سهل جدا يعني في القوائم. طيب انا ممكن عايز نجرب حاجة تانية، داتا بي لينك بتهيألي ده تغيير الباسورد برضو. بتكتب لينك هتدور على كلمات معينة زي الوايرلس، زي الواي فاي، زي السكيورتي، تمام، زي الويلان، تمام، برضو بتدور عليها لغاية ما تلاقيها وتقدر منها ان انت تعدل الباسورد. الموضوع سهل جدا، انا بتكلم بشكل عام بسبب ان الراوترات انواعها كتير، قوائمها مختلفة، فمش هقدر دايما اشرح ان القوائم كلها، لكن بكل سهولة اقدر اوضح لك الفكرة او افكار بسيطة تقدر توصل منها للباسورد بتاعك. نفس الكلام هنا في الصورة دي، ادي وايرلس وادي وايرلس سكيورتي، مفيش اي مشكلة. بلاقي هنا التشفير اهو، بلاقي هنا المكان اللي بحط فيه الباسورد الخاص بيه. الفكرة المهمة والأولى إن أنت تقدر تخش على الراوتر زي ما وضحنا. أتمنى يكون الشرح واضح، وأتمنى لو أنت عندك موديل راوتر معين عايز تعرف الديفولت الباسورد بتاعه أو الأي بي بتاعه أو طريقة تغيير باسورد الواي فاي بتاعه أو الباسورد الخاص بيه، اديني الموديل بتاعه، أنا إن شاء الله أحطه في فيديو منفرد بإذن الله. أتمنى يكون الشرح واضح وسهل، وأتمنى الفكرة اللي أنا كنت عاوز أوصلها تكون وصلت للناس. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا، وأتمنى إن أنتوا دايما تتابعونا وتتابعوا جديدنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.